20 أوت في قلب العاصمة أيضا. كرة مختار بن موسى هنا وناجي بالرأس ومن هناك نصر الدين الخوالد في القائمة الثاني، والفرصة التي فاتت وضاعت على فريق اتحاد الجزائر مثل ما فاتت فرصة كذلك على عناصر تيبي من التسديد من هناك أدام التراوي التسديدة وبا با 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 جول 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 من أروع ما يكون هذا الجول. رايفور كارابا يفتح مجال التسجيل لعناصر تيبي، هدف مفاجئ ومباغت. ضغط خف على أوبا با 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 كرة خطيرة ليس سينكر الذي ضيع وإنما محمد لمموش. مموش من الكرات الداخلة، حذاري يا مموش من الكرات الداخلة ومن خروج لاعبي فريق تيبي مازامبي. هكذا المباراة يتابع ويراقب في اللعب كما ينبغي. ماذا هنالك؟ ماذا هنالك؟ مساعد يقولون لأنه كان فيه اعتداء على لعبهم العرفي. المخالفة صعبة 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 صعبة. أولو لا ضرب الجزاء يقول الحكم. العرفي يلمس الكرة بيده ضرب الجزاء يقول حكم المباراة المصري. نعم ضرب الجزاء صريحة وصحيحة لأن العرفي ارتقى وعندك البطاقة الصفراء كذلك لأنك يلمس الكرة بيدك. والبطاقة الحمراء الآن يطرد العرفي ببطاقة حمراء. النهائي انتهى. Du Mazembe qui évolue à 10 contre 10 contre le SM Alger. Et c'est l'arrêt de Zemabouche. Incroyable arrêt de Zemabouche avec cette faute de main. فرض عليه ارتكاب الخطأ. شوف كيف قطع عليه طريق. اوب قطع الطريق. خوالد ارتكب خطأ او فرض عليه انه يرتكب عليه خطأ وضرب الجزاء من دون تردد منطقية ايضا يصفرها حكم المباراة ويمنحها لفريق الاتحاد. الكون سيكون كبير بالنسبة اليك لو انقذتها مرة ثانية. كثير منا لو نطلب منك انقاذها وكبير منك لو تنقذها. هذه ضربة الجزاء من صمتا ودخلت. جول ثاني لتيبي مازامبي مستحق. 2-0 صارت النتيجة. تيبي الافضل تيبي الاقوى. تيبي متفوق بهدفين مقابل صفر. عنده قدرات ذهنيه كبيره والمهاره وليس على الكلام فقط. كره في الخلف من سوغير يسدد سوغير وجول. يسدد سوغير وجول. يسجل الهدف الاول في الدقيقه 88 من عمر هذه المباراه في كره لم يكن متوقع من سوغير ان يتمكن من فتح